هل تريد يعني ابدا اكمل الجانب الثقافي اللي بدا فيه فواز طيب ثم او اللي تريدون يعني لكن بدانا نعم انا في تقديري ان الملك سلمان حفظ الله لا يستمتع بشيء مثل استمتاعه بقراءة كتاب أو اقتناء كتاب أو مناقشة حول كتاب. يا سلام. وهذا يعني لا نحن نقوله ارتجالا أو نقوله برجم الغيب، هذا هو الواقع يجسده حقيقة. يعني فعلا من الذين يجد سعادته بالكتاب، وكأن الشاعر محمد بن عثيمين رحمه الله شاعر الملك عبد العزيز الذي يقول في بيت جميل عن القراءة والكتاب، وسيظل صديق الكتاب لكل عاشق للكتاب، يقول: جعلت سميري حين عز مسامري دفاتر أملتها العقول النوابغ. فالكتاب هو سمير الملك سلمان. أنا سأضرب أمثلة ونماذج، وأعتقد أيضا لدى غيري نماذج أخرى. أبدأ مع الدكتور عبد الخيط رحمه الله، كان متابع الملك سلمان، متابع لكتبه ويحرص عليها، حتى أنه في كتاب حديث الركبتين ينقل لي الدكتور عبد الخويطر وهو رحمه الله من ألصق الناس بالملك سلمان، يقول أنه قرأ كتاب له وهو صغير الكتاب، يقول أن الملك سلمان عندما أعطيته الكتاب حديث الركبتين قرأه ما بين من طريق من الرياض إلى الخرج، بمعنى أنه كان الكتاب بيده ويقرأ فيه، يعني وجد متعته في القراءة. أمر آخر، الملك سلمان لا يكتفي بالقراءة، تجده يتصل بالمؤلف إذا وجد ملاحظة أو يرسلها له أو يتواصل معه، حتى ليس على مستوى الكتب فقط، أيضا في المقالات. أذكر موقف في المجلة العربية، نشرنا مقال لأحد الكتاب ولعله وضع أو تحدث عن هذه المدينة بميزة ليست لها وإنما من المدينة أخرى، وهذا خطأ يعني تدخل، فالكاتب اجتهد. أيضا فوجئت بعد ما صدر العدد بيوم أو يومين ولا الملك سلمان حفظه هو الذي يتصل، أحيانا يوصي مكتبه أو مدير المكتب، لكن بعض الأشياء الثقافية أنا لاحظ حفظه الله هو الذي يتواصل مع المؤلف ومع رئيس التحرير، يتصل بي يقول ترى الكاتب الفلاني أخطأ بالمعلومة كذا وكذا، ويفترض أنه تصحح بكل أدب بكل خلق. أنا تواصلت مع المؤلف وقال لي يكفي أن وكان أمير سلمان يعني كان أمير أنه قرأ هذا المقال، صح. فلما رجع وجد خطأ فعلا. أمر آخر، الملك سلمان لا يكتفي عندما يشتري يقتني كتاب ويشتري أو يهدى له، بل تجده يأخذ العديد من النسخ من هذا الكتاب، وحصل هذا مع بعض كتب الدكتور خويطر، يتصل بي أحد، لأن أنا كنت مشرف على طباعة كتب عبد الدكتور خويطر رحمه الله وخاصة صوانح الذكريات، ويطلب 20-25 يوزعه على أبنائه. ومن الصدف أمس كان لقاء جميل مع ابنة الملك سلمان حصة بنت عبد العزيز وحصة بنت سلمان بن عبد العزيز، وقد تحدث عن هذا الجانب فقال إنه نعم يكون لديه عندما يقتني كتاب أو يهدي له يأتي أو يطلب نسخ منه ليهديها، يقول إلى عماتها وإلى إليها وإلى إخوانها. هو يريد لا فقط ما يريد هو فقط يستمتع بالقراءة ويفيد من الثقافة ويجد الإضاءة في فكره، بل يريد أن يفيد غيره وينمي فيهم حب القراءة. القراءة توسع مدارك الإنسان، تعرفه على الحياة. ربما يا أخي حكمة تقرأها في 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 كتاب أو في مجلة تفيدك. ولهذا أنا سأورد قصة يعني على قيمة القراءة وأهميتها، وليست فقط كما يتوقع البعض أنه مجرد أن يكون إنسان مثقف، لا، الإنسان يقرأ ليس ليكون فقط مثقف بل يستفيد من تجربة الآخرين. أنا أذكر موقف شخصي حصل لي مرة، أنا كنت في بداية حياتي الوظيفية في إحدى الوزارات، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم بعد سنتين ثلاث سنوات جاءنا عرض، أنا وزميلي الذي تخرجنا من الجامعة سويا، لننقل لشركة معينة. أنا في الواقع طبعا سيكون فيها دخل أكثر، ولكني أنا ترددت بالانتقال، كنت مرتاح بالعمل وماشي في الأمور فيه، وزميلي رأى أنه ينقل وكذا. أنا ما الذي كنت في هذه الحيرة
هل قناعتي أبقى أم أنتقل أو كذا. في تلك الليلة وكانت الحيرة تتربع في ذاكرتي وفي ذهني، ماذا أريد؟ ضوء يهديني للطريق الذي يعني بعد الاستخارة، هل أنتقل أو لا أنتقل؟ وأقرأ في كتاب رجال من حول الرسول لخالد محمد خالد، وإذا به يتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويورد في سيرته أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان يريد أن ينتقل من المدينة إلى مكة أو إلى الطائف إلى بلد آخر، يريد أن ينتقل بدل ما كان يعمل له حانوت في المدينة، يريد أن ينتقل إلى مكة إلى مدينة أخرى. فاستشار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهل ينتقل أو لا ينتقل. قال له مقول هذا اللي استفدت منها، من يقول عمر بن الخطاب: من بورك له في شيء فليلزم، من بورك له في شيء فليلزم. ولهذا ترى قاعدة بالحياة هذه، انظر مثلا الذين لما كانت الأسهم تركوا تجارتهم ودخلوا الأسهم خسروا، يعني تركوا العمل الذي ارتاحوا له وعرفوا. فأنا أعود للملك سلمان وعنايته بالكتاب وحرصه على القراءة، انظر انعكس هذا على اهتمام بمكتبة الملك فهد، هو المسؤول عنها والذي تولى تأسيسها ولا زال هو القائم عليها رئيس مجلس أمنائها. وفي مجالات كثيرة تجد الملك سلمان حاضر مع الكتاب مع الصحيفة مع المجلة مع كل، يعني مطلع ويثقل ويقرأ بفهم وإدراك. تجد يعني أعتقد كثير من الكتاب عندما يلتقون به تجد يقول قرأت الموضوع الفلاني ويبدي ارتياح منه أو يبدي ملاحظته، يعني هو بقدر ما هو ناقد يعني لما يكتب ومتابع له. ولهذا الحمد لله نحن الآن يعني نعيش في زمن ملك إنسان مثقف يدرك قيمة الكلمة ويدرك قيمة الكتاب ويدرك أهمية الثقافة وأثر الخطاب الثقافي في تكوين شخصية الأمة، في الحفاظ على قيمها، في وجود شعب واعي يدرك المنجز، يعرف قيمة الأمل، لأنه الإنسان الجاهل لا يستطيع أن يدرك قيمة الأمل، لا يستطيع أن يدرك النمل، لا يستطيع أن يصون بلاده أو يبنيها. صحيح، والثقافة تنعكس تلقائيا، يعني إذا كان القائد مثقف تنعكس تلقائيا يعني على قراراته على الأمور اللي يحسمها. هذا صحيح، لأنه المطلع دائما مثقف غير اللي الجاهل بلى. فالملك مثقف مطلع، فهذا إن شاء الله ينعكس انعكاس إيجابي على بلدنا الحمد لله الحبيب. الحمد لله. جميل. وأمين لو تسمح لي ودي أخذ من الشباب، يعني نبدأ من خالد على دقيقتين كلمة وشاركونا في المناسبة. أول شيء الله يحيي الضيوف، الله يحييكم، مرحبا مليون. الوطن مهما تكلمنا عنه ما راح نوفي حقه، اللهم لك الحمد عايشين في أمن وأمان. يعني الواحد يسافر من هنا على قولة بوراكان رجل من هنا لجيزان، اللهم لك الحمد في أمن ولا يجي شيء ولا، اللهم لك الحمد. هذا أقل شيء ننعم فيه اللي هو الأمن والأمان. قائدنا الله يوفقه إن شاء الله ويسر أمره، ما قصر في عاصفة الحزم، ما قصر في جميع الدول العربية في من ناحية أوضاعهم الداخلية والخارجية، اللهم لك الحمد. فزينا يفتخر بأن ملكه سلمان. هي نعم. بيض الله عزك. عبد الرحمن. وشي حياكم الله. الله يبارك فيك. عزيز والله. وحيا الله الشعراء والمنشدين. كفيت ووفيت وانتم الله يحفظ بلادنا وامننا ويديم علينا يا رب. اللهم جزاك الله. بافر. اول شيء مرحبا الف بالجميع. حياك الله. والملك سلمان الله يجعل عمره طويل. وبمناسبه يعني مرور سنه كامله من يعني توليه الحكم، فأنا ظافر ابن حامد ابن ظافر ابن سالم ابن هندي القربي الواهبي الشهراني، نيابة عن شهران عامة وبني واهب خاصة، نجدد البيعة على السمع والطاعة. وأنا ظافر الشهراني سيف من سيوفه. والوطن مهما تكلمنا عنه ما بنوفي حقه، ولها ثلاث حروف: حرف الواو الوفاء، وحرف الطاء طبول الحرب، يعني نسمحها لمن يقرب حدودنا. كفو. وحرف النون نحميه بارواحنا. نعم. بيض الله وجهك. وعندي مشاركه وانا احب دائما المشاركه الجماعيه. بيض الله وجهك. للجالسين واللي خلف الشاشات جميعنا نقف. سلمت. طبعا قلنا جميعنا بنقول النشيد الوطني. تحيه خذ. تعال.
نشيد الوطني ابتدي. سامعي المجد والعليا من بذكر خالق السماء وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر رددي الله اكبر يا موطني موطني اشتبق المسلم عاش الملك للعالم والوطن. بارك الله فيك. سلم سلم شاركة موفقة يا ظافر بيض الله وجهك ونعم فيك ونعم في شهران كلهم ونعم في كل القبائل. عايزم سمعنا. طيب اولا هنيئا لنا بحضور هالليله الزاهيه، صلى الله ان يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويعم الامان يا رب في بلاد الحرمين، قولوا امين. موال بسيط مشهور فحبينا نقول معاكم. بلاد حباها الله امنا وكعبه، بلاد حباها الله أمنا وكعبة يصلي إليها الناس فرضا محتما وآياتها ما دام للناس قبلة بها بينات تلثم الأفق أنجما طيب طيب مقام خليل الله فيها محجبا مقام خليل الله فيها محجبا ومشرب إسماعيل ومشرب إسماعيل من بئر زمزم ومن أمها من أي قطر وبلدة ومن أمها من أي قطر وبلدة ومر على الميقات لبى وأحرما وفيها مقامات وفيها مشاعر تبيض وجه الكون فخرا مسلما ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها تأدب فيها تأدب فيها تأدب فيها واستقى ما وعظما سلمان بالي يعطيك العافية هيكم سلمان علي. والله لا أطر بعد عروس على ما قالوا، لكن الحمد لله يعني احنا في النعمة وجزاء النعمة هذه الشكر، فاحنا الحمد لله نحمد الله عز وجل ونشكره على نعمة الإسلام ونعمة إن الله عز وجل سخر لنا حكام يحكمون بالشريعة ويحكمون بالكتاب والسنة، اللهم لك الحمد، هذه أكبر نعمة. والنعمة الثالثة اللي هي نعمة مكة والمدينة، اللهم لك الحمد، يعني الله عز وجل خص المملكة العربية السعودية بالنعم هذه، يعني ما للإنسان وما لأي واحد إلا أنه يرفع يدينه ويقول اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم آمين. يعطيكم العافية. بارك الله فيك. فارس. أول شيء حياكم الله يا ضيوف ومرحبا ألف، مناسبة جدا طيبة ومباركة، ويعني ليس غريبا كان الملك عبد العزيز ومن بعده من مسك الحكم كان يعني الشريعة وتطبيقها كان هذا منهجهم، فليس غريبا نرى مثل عدل الملك سلمان ومثل حزمه ومثل قراراته الطيبة وكرمه، فيعني هنيئا لنا بهذا الملك، وأسأل الله عز وجل أن يديم ملكه يعني في الخير وفي الطاعة وفي النعمة بإذن الله. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. أول شيء أحيي بضيفنا الفاضل، بداية أهني نفسي وجميع المسلمين بهذه المناسبة الجميلة، مرور عام على حكم الملك سلمان، وأنا حقيقة السعودية أعتبرها بلد الثاني،
وإن كان شيء موضوع أطرحه هو موضوع اللي طرحه خالد لمسألة الأمن والأمان. كما قال أبو ركان سعودية مزرعة أو حديقة في تحيطها النيران، يعني شيابنا أول زمان كان لما يجي